مساء الخير واهلا بيكم ولقاء جديد من باب الخل. يا رب الامور كلها تكون تمام، نتمنى ذلك والله، بنتمنى ده دايما لكل الناس، انه يعني الحياه تبتسم يعني ساعه وتقشر 23 ساعه ماشي الحال، بس لابد يكون في ساعه يرتاح فيها الانسان كل يوم. يا رب يعني كلكم تلاقوا هذه الساعه اللي هي بتاعت شهرزاد. التسجيل عشان التطعيم، انا الحمد لله استطعت اني اسجل اسمي، بس كان عندي مشكله بقى ايه، قالوا اكتبوا الامراض اللي عندكم. طب والامراض اللي عندي كتير، انا بقيت خايف لو كتبتها كتير يقول لك ده مش هياخد بقى مش هياخد التطعيم لانه ملوش لازمه. لكن كل واحد يكتب الحقيقه وعنده ايه وسنه بالظبط والحاجات دي كلها، عشان ده كله هيخش في اجهزه تطلع الناس تاخد بترتيبها. وفكره ان يبقى في تطعيم بفلوس دي فكرة متروكة لحضراتكم، أعتقد إنهم أقروها خلاص، ولا بأس إذا كانت الفلوس دي هتساعد في تطعيم الناس مجانا يبقى ده شيء مقبول جدا جدا ومحدش يقدر يرفضه. اللي يقدر يدفع يدفع، واللي ما يقدرش إحنا ندفع له، اللي يقدر يدفع يدفع للتاني، بحيث إن إحنا نقدر إن شاء الله خلال 5-6 أشهر إن معظم الناس ممكن تطعم عشان تعدي هذه الغمة، لأن المسألة مش مرض وتعب وكده، المسألة اقتصاد وبلد تقوم والحاجات ترجع تاني. لأن بقابل شباب كتير يعني حالتهم صعبة جدا، يا إما مشوم شغل يا إما مش لاقي شغل، ومتعلمين على مستوى كويس جدا، على تعليم مستوى عالي، فما بالك بقى اللي خارجين من الجامعات العادية متعلمين تعليم بيعتبر متوسط رغم أنه فيه ليسانس وفيه بكالوريوس، فبتبقى المشكلة صعبة جدا. فالحكاية عمالة تتقلص، وده كله برضو راجع للظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله، فنتمنى ان احنا نخلص من القصة دي. وسط هذا الضجيج احنا حبينا نروح نشوف قصر الزعفران. ده اللي هو مقر ادارة جامعة عين شمس، قصر ليه قصة لطيفة جدا. ده بقى مش قصر ملكي، يعني ما كانش دار للحكم، لكن القصر اتعمل ابن حب يبسط امه العيانه فنقلها مكان، عمل لها في قصر، القصر بقى تحول لكذا وتحول لكذا، يعني القصر شاف ايام مره وايام حلوه. فروحنا هناك، وطبعا انتوا عارفين رئيس جامعه عين شمس الدكتور المتيني شخصيه طبيه بارزه على المستوى العالم، الدكتور المتيني من اول الدكاتره اللي ادخلوا جراحه الكبد في الوطن العربي، وهو على يعني مهارة عالية جدا. فلذلك اتكلمنا عن قصر الزعفران، وبرضه ما فوتناش الفرصة وقلنا للناس أهم الحاجات، لأنه قال لنا معلومات مهمة جدا عن الناس اللي اتعالجوا من فيروس سي. في حاجة مهمة لازم يعملوها جميعا بدون استثناء، فاحنا استغلنا برضه وجودنا مع الدكتور المتيني واتكلمنا عن هذه القصة. بس تعالوا نشوف القصر الجميل جدا اللي فيه سلم عجب، في سلم عجب وفي حكايات كتير. تعالوا نزور قصر الزعفران في جامعة عين شمس. قصر الزعفران لأنت قصر خليق أن يتيه على النجوم، فمن نبل إلى مجد أثيل، إلى علم إلى نفع عميم. حافظ إبراهيم عن هذا القصر كتب هذه الأبيات. ليه كتبها بقى حافظ إبراهيم؟ لأنه في يوم من الأيام القصر ده
حولوا الملك فؤاد، كان لسه مبقاش ملك، حولوا الى مدرسة ثانوي، فجم يفتتحوها، فراح كاتب حافظ ابراهيم هذه القصيدة عن قصر الزعفران. هتروح وتيجي يعني زي ما انت عايز في حلقات ادب الخلق، هتلاقي عمك الخديوي اسماعيل بيطل عليك بيقول لك انا اهو برضو قصر الزعفران الخديوي اسماعيل. شايف الشجرة الجميلة دي؟ دي شجرة الزعفران يا سيدي، هي دي. كان هنا بيقول لك يمكن 50 فدان 100 فدان، المساحة دي كلها مزروعة بشجر الزعفران. وأم الخديوي اسماعيل ست خشيار هانم كان عندها حاجة مرض في صدري، فكانوا بيعتقدوا زمان، وطبعا ده مش علمي دلوقتي، انه ريحة الزعفران بتعالج المسألة دي. طب ايه اللي جاب الخديوي اسماعيل هنا؟ قال لك ده مش اسماعيل، ده عباس، عشان الحتة دي اسمها العباسية، هو عباس حلمي الاول، فعمل لنا العباسية والحلمية، عمل قصر هنا وقصر هناك. هتلاقي الخطابات الحقيقة دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بمهتم بالقصر وبيجدده يعني بيرممه، فعمل كتيب كده كبير فخم هنوريه لكم، كاتب فيه حاجات مهمة جدا، يعني كاتب فيه التواريخ المادة الممكنة عن تاريخ حكاية القصر. عباس حلمي الأول كاتب بقى في الجواب ان هذه الصحراء اسمها، كانوا مسمينها صحراء الحصوة، فاكرين قبلها كمان كان اسمها الريدانية وحاجة زي كده. مدخل القاهرة، هي بعيدة شوية بس هي المدخل، لكن قال لك انها جوها لطيف ومكان رقيق فيها يعني جو حلو. يصح ده عباس بقى، يصح ان احنا نعملها مكان سكن كويس قريب. فيها ميزة تانية ان حواليها صحرا كتير جدا، فنقدر نعمل الجيوش من هنا، يعني نقدر نجيب الشباب نعلمهم الخيل والضرب السيوف والبتاع والسلاح والحاجات دي كلها، لان عندهم صحرا ممكن يعملوا فيها تجارب او تمارين تدريبات زي ما هم عايزين. فاذا مناخها جميل جدا، ثم حكاية التدريبات العسكرية، فمن هنا اهتموا بالحصوة اللي سميت فيما بعد العباسية، اللي عملوا فيها قصر الزعفرانة او قصر الحصوة. مش القصر ده، مكانه كان فيه قصر وبعدين اتهد وبعدين اتبنى، وعندنا حكايات للصبح. لكن ألطف حكاية فيه، يعني حكاية لطيفة يعني، هي زيارة الملك جلالة الملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية الثالثة، زيارة الملك عبد العزيز آل سعود وولاده، مكتوب فيها حاجات لطيفة جدا جدا. الملك السعودي جه، لكنه جه بيخت الملك فاروق، بعت له اليخت وجابه هنا. القصر ده فيه حواديت وفيه حكايات، تعالوا نعيشها سوا. الكتاب اللي حرص ان هو يقدمه الدكتور متيني رئيس جامعة عين شمس، فيه حاجات ممتازة هنعرضه لكم، ده محمد علي، وفي معلومات كويسة وفي تاريخ قصر الزعفران. هنا اتمضت الصورة الأولية لمعاهدة 36، هنقول لكم نص المعاهدة. وهنا كان تأسيس، مش هنا المقر، لكن اتخاذ قرار وإمضاء أوراق تأسيس جامعة الدول العربية. وهنا زي ما قلت لكم جه ملوك كتير في زيارات، كان دار ضيافة، وهنا كان مقر
في بعض الأقوال لجي أول جامعة في مصر اللي هي جامعة فؤاد الأول. وبعدين بعد كده لما تبرعت الأميرة فاطمة بالأرض اللي هي في الجيزة عملوا جامعة القاهرة هناك، راحت وبعدين رجعت بقت جامعة عين شمس بعدين سنة 50 مع طه حسين. أحداث كتيرة، شيء في منتهى الجمال. ايه رايكم لنبدا اول ما نبدا بحدث من اهم الاحداث، ان لم يكن اهم الاحداث اللي حدثت في قصر الزعفران؟ احنا مش هنقول بالترتيب قوي، هنقول بحسب الحاجات الموجوده، لان في هذه الغرفه انتوا عارفين معاهده 36 اتعملت في وقت غريب جدا، اتعملت في بدايه الشهور الأولى من سنة 36 اللي هو الملك فؤاد مات في إبريل، والمعاهدة بعديها بشهرين، فكانت الدنيا مدربكة. لكن كان في علي ماهر، أحمد ماهر، ومصطفى النحاس، جت حكومة الوفد هي اللي عملت معاهدة 36، وكان الملك لسه بقى فاروق لسه بيقول يا هادي، لسه حتى ما يعني ما بلغش السن القانوني. يقول لك ان هنا في الاوضه دي حصلت يعني التوقيع المبدئي الاول على معاهده 36 اللي كان فيه جهات كتير جدا في مصر رفضها. ليه كانوا رافضينها؟ لانه ما فيهاش استقلال ولا حاجه، ما فيهاش. هقول لكم بقى بنود المعاهده أو بعض بنود المعاهدة اللي تم التوقيع عليها. أنا أخش الأول ولا أنت هتخش الأول؟ إيه رأيكم؟ أخش أنا الأول؟ أوكي. وقعت معاهدة 36 بالحروف الأولى، أما الحروف الثانية فكانت في لندن. وقعت هنا كان بيقعد مين بقى؟ كان قاعد مصطفى النحاس وإيدن وزير خارجية بريطانيا، كانوا موجودين هنا. وبعدين راحوا وقعوها في أغسطس في لندن. ليه بقى في ناس كتير ما كانتش حابه معاهده 36 دي؟ هو الكرسي واطي والترابيزه عاليه فشكلي هيبقى كوميدي شويه بس مش مشكله. نحن نستدعي التاريخ، ما بنستدعيش الحاضر. ليه مصطفى النحاس رجع في سنه 50 قال من اجل مصر، من اجلكم وقعت معاهده 36 ومن اجلكم برضو لغيت معاهده 36؟ أول بند يا سيدي في معاهدة 36 بيقول لك انتقال الجنود البريطانية العسكرية تروح عند قناة السويس وبقاء الجنود الإنجليزية في السودان بلا قيد وبلا شرط، يعني هم اللي مسيطرين على السودان. تحديد القوات البريطانية في مصر ب 10,000 جندي إلا إذا لزم الأمر، و 400 طيار بريطاني موجودين في مصر. وبعدين يا سيدي كمان من بنود المعاهده انك انت تعمل لهم السكنات بتاعتهم، ودي تكلفه كبيره جدا، تبقى مسؤول عنك انت تاسس لهم السكنات بتاعتهم. طب لو قامت حرب بين انجلترا وبين اي حد ومصر كانت فيها طرف، تخش القوات وتمشي وتروح وتيجي في مصر زي ما هي عايزه، وتستخدم كل شيء في مصر بما ذلك المواصلات العامه، كل ده موجود في المعاهده. وايه كمان؟ ايوه في كمان القوات العسكرية البريطانية اللي موجودة في خط قناة السويس من حقها التحليق
في اي وقت على اي جزء من مصر بلا قيد وبلا شرط، تحرك زي ما عايزه في الاجواء المصريه. في حالات الحرب من حق القوات البريطانيه ان هي تتحرك زي ما قلت لكم زي ما عايزه، وملزمه الحكومه المصريه بتقديم كل التسهيلات والسكنات والحاجات دي كلها لهذه القوات مهما بلغ عددها. وبعد 20 سنة يا سيدي حل حلال، بعد 20 سنة عندكم مشاكل عندنا مشاكل نقعد ونتكلم، طب اختلفنا نروح لعصبة الأمم المتحدة. ده بعد 20 سنة. جهات كتيرة في مصر رفضت بنود هذه المعاهدة. طبعا فين الاستقلال ده؟ يعني أين هو الاستقلال في هذه المعاهدة؟ ولذلك لأنه كمان 10,000 جندي دي كانت مكتوبة كده وفيها حتة في الآخر أنت عارف يعني إذا إلا إذا لزم الأمر، فكانت قوات يعني مبرطعة في بلدنا زي ما عايزة تعمل اللي هي عايزاه. وطبعا أنت بتتكلم في معاهدة 36، وكأنهم طبعا كانوا حاسين إن في حاجة اسمها الحرب العالمية الثانية. والانقسام اللي حصل في المجتمع المصري بقى ان انت في ناس مع الانجليز وناس مع الالمان عشان يخلصوا من الانجليز، وهذه القصه حصلت من 39 لغايه 45 القوات البريطانيه بتعمل اللي هي عايزاه. لكن عاد مصطفى النحاس والغى المعاهده، وده طبعا في ذمه التاريخ احنا بنعرضه، كتب كتير بتعرضه، وهو حصل بدايته هنا. واحنا دايما بنحب ان انت تقرر انت تعجبك الحاجه دي او ما تعجبكش، موافق عليها او مش موافق. ما يصحش يكون لباب الخلق راي اطلاق، احنا ما بنوجهش، احنا بس بنحكي. The Egyptian Prime Minister joins Mr. Eden in expressing the hope that the treaty would mark the beginning of a new age for Egypt. المغربي ابن سعد هو اظن ومعاه مهندس برضو ايه خواجه، عملوا قصر الزعفران زي ما انتم شايفين السلم بديع. بيقول لك السلم ده يا سيدي اكبر سلم في قصورنا ويمكن قصور الشرق الاوسط ويمكن قصور كتير في العالم، في نحاس مذهب بالذهب، يعني نحاس زي ما انتم شايفين كل شغل نحاس. والحقيقه اللي عمل السلم يعني معمول بطريقه حلوه جدا، يعني رغم ان هو في درجات كبيره كتيره انك انت تحب تطلع عليه وتقف في كل مرحله من المراحل بتاعته. والخلفيه زي ما انتم شايفين، تعالى راضي كده بص على الباب ده، باب معمول بالازاز المعشق الملون، شكله مش معقول من الحلاوه، يعني قصر الزعفران. وطول ما انت ماشي هتلاقي في القطع الشغل ده هتلاقي حرف بتاع الخديوي اسماعيل. بنى القصر دوت لي والدته، عمره ما كان دار حكم زي ما قلت لحضراتكم، لكنه اتشتت، قصر متشتت، اتبنى الاول لوالده الخديوي اسماعيل، ثم بعد ما مشي اسماعيل، لو تفتكروا قلت لكم ان هو مشي سنه 79 1879 وجه توفيق، فقعدوا فيه زوجاته وفتره فيه قعدت امه، وبعدين عملوه قصر ضيافة للملوك وللناس اللي يجوا ضيوف في مصر. يعني ما كانش عندنا الفنادق الكتير دي، فكان ده يعتبر فندق، يعني يجي مثلا ملك بلجيكا، الملك، هحكي لكم زيارة الملك عبد العزيز آل سعود لأن تفاصيلها لطيفة، يعني تحس المواد موجودة من زمان بين الشعبين. فالملوك يجوا يقعدوا هنا يقيموا، ما فيش أوتيل بقى، يقيموا في القصر. أولا هو آمن، ثانيا كل حاجة فيه. وتلاقي الجوابات المتبادلة ان احنا هنغير الاساس عشان زيارة الملك فلان، وهنصرف في العملية ديت 20,000
وعشر تلاف وأرقام بالنسبة لهم كانت أرقام مهولة زمان، الأرقام اللي أنا بقولها دي. وكان لما يجي زائر يغيروا له الأساس بتاع الجناح اللي هيقعد فيه. والأوض هنا كلها تلاقيها إيه؟ جناح، يعني أوضة نوم معاها صالون معاها حمام معاها دريسنج، يعني أوضة لللبس والحاجات دي كلها متأسسة، كلها أجنحة في القصر ده. والقصر ده جه صور فيه أحمد زكي فيلم السادات في بلكونة هنوريها لكم. قلت لكم خلاص معار 36 حصلت هنا، وكان في مدرسة ثانوي هنا وجامعة إدارة جامعة القاهرة في الأول خالص. إنما لطيف الزيارة اللي حصلت بين الملك فاروق، وأنا أظن إنكم تحبوا الحكاية دي، والملك عبد العزيز آل سعود، لأنه كان الملك فاروق راح عمل زيارة للسعودية، كان الجو بيننا كده إيه مش ولا بد، فراح الملك فاروق تقدم لتحسين العلاقات بيننا وبين إخواتنا في السعودية، فرد له بقى الملك عبد العزيز الزيارة. بس بقى التفاصيل انه مثلا ايه، عشان يجي الملك من السعودية بعت له الملك فاروق اليخت بتاعه المحروسة، تعرفينه طبعا هو موجود اللي هو غادر فيه الملك فاروق بعد رجع تاني واليخت موجود. راح بعت الملك فاروق اليخت بتاعه للملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز ركب مع اسرته، معاه اتنين ما شاء الله يعني الله اكبر 72 امير جايين مع الملك عبد العزيز يتفرجوا على مصر، وكان فيهم ابنه الكبير الامير محمد. الامير محمد ده ما رضيش يحكم، ما حبش يحكم، ولذلك بقى الملك سعود هو ولي العهد، ولي عهد الملك عبد العزيز آل سعود. فلما تحكي بقى تفاصيل الزياره، جم هنا وقعدوا في هذا القصر واتعمل لهم حاجات مخصوصه كاتبين كده في الاوراق، ان يعني اهتموا بتغيير الاساس وعملوا تليفون، ده مكتوب في الورق، تليفون مباشر من غرفه نوم الملك عبد العزيز آل سعود للسعوديه عشان يدير شؤون مملكته وهو قاعد في اوضه نومه. يعني دي كانت حاجه جديده موجوده عند الملك، عملوا له الخط ده مخصوص. وبيحكي لك بقى ان هم كانوا بيجوا الصحفيين يقابلوا الملك ويقابلوا الامراء، والامراء كانوا فرحانين بالجناين اللي موجوده، حاجات لطيفه جدا جدا. الزيارات دي كانت مهمة جدا، الزيارة اللي عملها الملك فاروق للمملكة العربية السعودية، والزيارة اللي عملها الملك عبد العزيز عليه رحمة الله لمصر، زيارات كانت مهمة لأنها هي دي اللي أدت إلى تأسيس جامعة الدول العربية، ويعني زيادة العلاقات المصرية السعودية متانة. طب لسه عندنا حاجات في هذا القصر. أنا الحقيقة سيبكوا تستمتعوا بالحقيقة مساحة وفيها وسع جامد، يعني قصر له مذاق مختلف، يعني شوفوا المكان ده كله معمول بس عشان السلم، لا عشان المنظر بقى، يعني الواحد لما يخرج من الأوضة كده يتفرج على المنظر ده، وده يتغير بقى كل ما الشمس تغير اتجاهها، كل ما الألوان تعمل تأثير مختلف، يعني حاجة الحقيقة بديعة خالص. شوف شغل، مش عارف ازاي القصر ده تعاقب عليه ايام حلوه وايام مره، وازاي فضل محافظ على نفسه كده. يبدو ان الحاجات صنعتها يعني دقيقه وقويه. شوف الباركيه بتاعه، يعني عايز بس يعني شويه اصلاحات بسيطه. انا عايزكم تتفرجوا كده على مهلك يا راضي، على مهلكوا وانتوا بتصوروا التفاصيل حلوه. شوف السقف معمول ازاي، النقش والشغل، مسألة تدي براح
وتدي رؤية وتدي خيال. بس الحقيقة ان معظمهم كان خيالهم ضيق شوية. دي بقى قصيدة، جزء من قصيدة شاعر النيل الشاعر الكبير حافظ إبراهيم. قريت لكم منها حتة في المدخل، وهي موجودة في الكتاب اللي أعده الدكتور ميتاني رئيس جامعة عين شمس، موجودة كامل. لو على النت لو فتحته هتلاقوا حافظ إبراهيم عن قصر الزعفران. قصر الزعفران لأنت قصر خليق أن يتيها على النجوم. السلام عليكم. هنخش البلكونة اللي دخلها الفتى الأسمر مدعيا أنه الرئيس السادات. دي بقى الشرفة اللي كانت تقعد فيها والدة الخديوي اسماعيل. كان بقى ما فيش حاجة من دي خالص، كانت كل دي صحراء. لكن الحتة دي كان في البعد مثلا 70-80 فدان او 100 كمان مزروعة بالزعفران وغيره من الزرع. كانت يعني حديقة غناء على مدد الشوف زي ما بيقول عبد الحليم حافظ. وبعدين بقى سنة 50 لما قرروا يعملوا الجامعة الثانية بعد جامعة القاهرة، عملوا جامعة عين شمس. كان جزء منها هنا، طلبة كانوا هنا في هذا المبنى. ثم بقى توالت الكليات واللي انتوا شايفينها بقى، حقوق وعلوم وبتاع، كل الكليات في جامعة عين شمس. يقول لك يا سيدي كمان ان من الحاجات التي يعني لابد ان تذكر، لان احمد زكي مع محمد خان كانوا بيدوروا على بلكونة شبه بيت السادات اللي هي قدام النيل، فلقوا دي فعلا يعني فيها شبه كبير من بلكونة بيت السادات. فكان بيقعد هنا عمل التصوير. يا سلام احمد زكي وايام السادات. ما نعرفش اقول له يا احمد خالص. انا كل وقت سيادة الرئيس يقول لي ايوه يا هيكل. فكانت لي ايام جميله. احمد زكي تعب والله في الفيلم ده جدا، تعب في الفيلمين دول جدا. فيلم السادات كان بينه وبين محمد خان خلافات كتيره وخناقات ومشاكل. وكان في فيلم عبد الناصر يعني قعد سنتين تعب يعني، وصرف فلوسه ويعني حالته. عارفين حكيت لكم انا ان لما الفيلم مش عايزين يخلصوه لغرض في نفس حد فيهم، احمد زكي حط الشبشب تحت باطه ونزل حافي من هيلتون رمسيس لغايه مكتب ممدوح الليثي. قال له لو ما خلصتش الفيلم هفضل اعمل لك الحكايه دي كل يوم وهيصورونا. ففعلا دي كانت نتيجتها انه خلص الفيلم. وفيلم السادات الحقيقه احمد يعني هو كان بيحب الشخصيه جدا، وكان بيتمنى من زمان من ساعه ما عرفته ان هو يحب يعمل شخصيه الرئيس السادات، وعملها بمهاره فائقه لدرجه ان ولاد الرئيس السادات يعني ما قالوا له احنا مش مصدقين. فاحمد قعد في البلكونه دي بقى مع ميرفت امين السيده الاولى جيهان السادات ربنا يديها الصحه، وصوروا. يعني ايه يا انور الترفع عن دور الوسيط؟ وازاي هتحصل مفاوضات مباشره ما بين مصر واسرائيل؟ والله نارك سينجر بيقولوا انه تلقى المعنى ده اصلا من جولدا مائير، الزمان والمكان والرتب والشكل اللي وافق عليه المصريين. طب والفلسطينيين وسوريا؟ لا سوريا هتبقى على فرابيس المفاوضات. شوف يا جين، انا مش هفرط في الشبر واحد من الارض ولا هساوم على حقوق الفلسطينيين ابدا. تعال افرجكم على حاجه بس مش هخشها لانها مكتومه شويه، بنخاف من كورونا. حمام ملكي، حمام انا مش انا قلت لكم هنا جناح كله يعني اوضه نوم معاها صالون معاها حمام، ممكن يبقى فيه يعني مكان لللبس دريسنج يعني حاجات زي كده. هفرجكم على حاجات في القصر، لسه في عندنا حكايات في قصر الزعفران. Thank you.
البهو القصر هنا في الدور الثاني لقينا باترينا كبيره زي ما انتم شايفين فيها مقتنيات. من ضمن المقتنيات نقف قوي عند الرساله اللي ارسلها الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام سيدنا محمد الى الحبشه نجاشي الحبشه اللي قال لهم ايه روحوا هاجروا هناك فان هناك ملك لا يظلم في ملكه احد. فده نص الرساله الاصلي طبعا دي صوره تلك الاصل مش الاصليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام الى النجاشي عظيم الحبشه سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفحه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل بقى السجال اللي انتوا عارفينه بقى كان في ناس واقفين بقى عايزين ياخدوا الناس اللي عند النجاشي لكن النجاشي كان رجل كريم وقال لهم مفيش فرق بين ديننا ودينكم خط كده بسيط والله لا اسلمكم اتباع محمد ابدا. في اقوال بقى تانية بتقول انه اسلم وفي بتاع في حاجات قصص كتير لكن احنا عندنا دي الوثيقه دي الرساله حبيت بس اقراها لكم. رايحين مكتب الدكتور محمود المتيني هناخده بقى نقعد معاه نتكلم شويه عن هذا القصر. دي كلمه السر. يا دكتور صباح الفل. ازيك يا فندم؟ صباح الفل يا دكتور. اتفضل يا فندم. الجوله كانت كويسه؟ ازي حضرتك؟ طبعا المكان اللي انت فيه لازم يبقى كويس. الله يخليك. بتدير ازاي يعني ادارتك للجامعه في هذا القصر المنيف؟ الحقيقة يعني الواحد فخور ان هو يكون في هذا القصر وفي ادارة جامعة عين شمس بعد المشوار الطويل في جامعة عين شمس منذ ان تخرج سنة 1985 انت مبارك في المنطقة العربية وفي العالم كله. طبعا. وجيت زيارة للقصر ده وانا اول ما اتخرجت وانا مدرس مساعد وانا مدرس وعلى كل المراحل وما تخيلتش ابدا مبكرا ان انا ممكن هبقى يعني طبعا موجود في مكتبك هنا. بالظبط بالظبط. فالحقيقه يعني الواحد في غايه السعاده وحاسس بالفخر ان هو يعني يكون على مكتب سيادتك. شفت الساده الرؤساء الجامعه السابقين والناس العظام انه يحاول يكمل المشوار يعني. بس اما بعد وجودنا في هذا القصر طبعا تاريخه يرجع لسنين طويله وسج الاثر طبعا. طبعا. واكيد سيادتك تجولت فيه وشفت واحنا كنا اتكلمنا في الاحداث اللي مرت بيه سواء الاحداث صحيح. التاريخيه سياسيا او اجتماعيا او انه كان مدرسه مثلا تعليميه مدارس مدرسه وجامعه مدرسه ايام الملك فؤاد ثم تحول الى مقر الجامعه وبعض الكليات في الاول ثم اداره الجامعه يعني مراحل كثيره مر بيها
ودلوقتي بقى هو وصل لمرحله الحقيقه يعني الحمد لله حاولنا نحافظ عليها قد ما نقدر. لكن انا بقى عايز اشكر حضرتك وافهم بقى ازاي بدات عمليه الترميم وانت بتدير جامعه عين شمس وجامعه عريقه وانت فاصلها كتير. ايوه اتفضل يا دكتور. اتفضل. بقى دكتور محمود ازاي جات لك فكره ان انت ترمم القصر ده؟ ده تكلفه اولا ووقت وحاجات زي كده. يعني القصر يستاهل وهو اثر مهم جدا زي ما قلنا قبل كده ان هو حضرتك يعني عاصر احداث مهمه جدا سواء على المستوى السياسي او المستوى التعليمي او المستوى الاجتماعي وبالتالي هو يستحق ان يكون يعني في ابهى صوره. الحقيقه قبل ما انا ابقى رئيس جامعه دكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعه السابق القبليه في 2018 كان اتكلم مع الشركه المعنيه انها تبتدي في صيانه القصر واتفق معاهم على تكلفه. مين بقى اللي هيكلف؟ الجامعه هنا اللي هتكلف ولا الدوله؟ يعني الجامعة. من موازنه الجامعه طبعا احنا لينا داخلين في موازنه الدوله طبعا. الدوله بتدينا ميزانيه كل عام ولكن هي اللي كانت الرؤيه اللي احنا نعمل بس الواجهات لان الواجهات كانت وصلت لصوره يعني متاخره جدا. انا لما جيت حسيت من الحجرات نفسها حجرات الاجتماعات الحمامات الطرقات البهو انه كله يستحق ومحتاج فقعدنا النظر فيه كمشروع متكامل وقلنا ان احنا يعني هنخش فيه كله بالبدروم في ادوار عليا كمان علشان نرجعه مش بس كاداره نرجعه اداره لجامعه عين شمس اداره العليا يعني رئيس الجامعه نواب رئيس الجامعه مع اقل عدد ممكن من السكرتاريه وكل الادارات الاخرى اللي هي المعاونه يعني تنتقل الى مبنى اداري ونعمل عرض متحفي استعنا بالدكتور يعني الناس تخش تزور بقى تتفرج عرض متحفي حضرتك ماشي كده على اليمين وعلى اليسار يعني تلاقي تاريخ بيحكي سواء بسكرينز بافلام تسجيليه او بملصقات قطعة أساس قديمة يعني مثلا في هنا الترابيزة اللي اتمضى عليها كذا معاهدة مهمة جدا زي الأحرف الأولى بتاع سنة 36 وزي معاهدة إنشاء أو قرار إنشاء الجامعة العربية وخلافه كل ده يذكر بتاريخه يعني وهناخد جزء من البدروم نصه تقريبا يبقى متحف والدكتور الاستاذ دكتور ممدوح الضماطي وهو استاذ اثار في جامعه طبعا الشمس طبعا هو اللي عامل الكتاب الجميل اللي انت عاملينه ايوه وزير الاثار الاسبق وحاليا السنه دي كمان يعني بنشغفنا بالاثار المصريه والحقيقه في نهضه في كل المناحي في مصر الايام دي زي ما حدش يقدر ينكرها لكن في الاثار بالذات ووزير نشيط نشيط جدا طبعاً. خالد بلعناني ومن معه فاحنا اتفقنا معهم ان يعني هم بيساعدونا ويدونا الرؤيه يعني بيجايد الشركه المنفذه في كل خطوه علشان نرجعه كمان ممكن يبقى مزار ليه لا يعني مثلا في عطله نهايه الاسبوع ده موجود في الغرب عطله نهايه الاسبوع عطله نصف العام اجازه الصيف يصح نعمل مدارس تيجي تتفرج وتشوف تاريخها وطلبت جامعه عين شمس مزبوط. احنا عندنا في جامعه عين شمس حضرتك احب اتكلم عليها يعني سريعا جامعه عين شمس بدات سنه 1950 باسم جامعه ابراهيم باشا مظبوط وتحول اسمها سنه 52 بعد الثوره الى اسم مصري واسم عربي فبقت جامعه عين شمس من 1952 عندنا قد ايه عندنا 15 كليه وثلاث معاهد والسنه دي من شغفنا بالاثار زودنا اول كليه من فتره وهي كليه الاثار كويس جدا الاثار في جامعه عين شمس كانت قسم في كليه الاداب في اثار اسلاميه وقبطيه ويونانيه فقلنا بقت كليه واول قائم بعمل ليها عميد ليها هو الدكتور ممدوح الضماطي ممتاز واول دفعه ان شاء الله في سبتمبر 21 طيب جميل جدا دي اخبار حلوه عدد الطلبه في جامعه عين شمس 200,000 طالب في المرحله الجامعيه الاولى و25,000 طالب في مرحله الدراسات العليا وزيهم 25,000 ما يطلق عليه بالتعليم المدمج اللي هو كان زمان تعليم مفتوح واصبح دلوقتي الاسم الجديد لمدمج. انا بقول ان الطلبه ال 200,000 طالب دول
طبعا ده رقم، ده اكبر عدد طلبه في جامعات مصريه. ميزه من ناحيه وعيب من ناحيه ثانيه. معروف طول عمر جامعه عين شمس انها جامعه تقيله في العلم بتاعها، يعني صعبه عن جامعه القاهره. صحيح، يعني كلنا جامعات شقيقه والقاهره شقيقه الكبرى، ولكن يعني احنا بنحاول دايما كل جامعه تحافظ على الطابع بتاعها والايدنتيتي بتاعتها. فالطلبه دول ممكن يجوا يزوروا هذا القصر ويعرفوا تاريخ القصر بتاع اداره جامعتهم عشان يبقوا عارف. ده بينمي الانتماء والاحساس بالفخر والاحساس بالانتماء والعزه في ان جامعته دي جامعه عريقه وجامعه لها تاريخ يرجع. احنا بنقول يعني احنا بنتكلم فوق ال 120 سنه مبدئيا، وان كان اكتر من كده. المبنى يعني. احنا طبعا لينا مقوله اخرى بعيد بقى عن 120 سنه، بنتكلم ان جامعه عين شمس هي اقدم جامعه على الارض. عين شمس. عين شمس ليه؟ طبعًا. عشان جامعه اون. طبعًا. جامعه اون جغرافيا هي كانت في المطريه، وعين شمس في عين شمس. رحنا صورنا في مكان اثريه، اماكن اثريه هناك. صحيح. في عرب ودي اللي يقولوا فيها سيدنا ابراهيم، فيها سيدنا ادريس، فيها مش عارف، فيها قصص كبيره جدا. فتيمنا ان احنا جغرافيا بينا في نفس المكان جامعه اون اللي كانت بتاع 4000 سنه، لو اسمكم عين شمس واسمنا عين شمس فبنقول ان احنا يعني. ده حقكم على فكره. دكتور، ما ينفعش نبقى مع حضرتك وما نتكلمش عن اخر اخبار عمليات زرع الكبد. دكتور محمود متيني طبعا غني عن التعريف في هذا العلم الكبير اللي هو استاذ فيه، ويعني هو من المؤسسين في عمليات الكبد. يا ريت نقول للناس على اخر اخبار العمليات. زمان اصلا من 20 سنه لما بدات حضرتك او اكتر كانت اصعب بكتير من دلوقتي. طبعا. ايه اللي حصل فيها؟ زي ما حضرتك تفضلت، احنا بدأنا سنة 99 2000 وكنا بنقعد، وسيادتك عصرتنا في هذا التوقيت، بنقعد بال 12 وبال 15 وبال 16 ساعة في وقت العمليات في إجراء العملية وفي التحضير. كان برضو كان حد شهور طويلة. دلوقتي الموضوع أصبح الحمد لله روتيني إلى حد كبير. كنا مركز واحد أو مركزين في البداية، دلوقتي ما شاء الله بين 14 مركز على مستوى الجمهورية، وإن كان ده عدد كبير يعني اعتقد يعني لازم التفكير انه يقل شويه. لان مركز زراعه الكبد حضرتك عايز تقلله مش تكتره. اقلله بس اكتر الكثافه في كل مركز عشان الخبره تزيد والانتاج يزيد، سواء الانتاج العملي والجراحي او الانتاج العلمي والنشر. يعني كل مركز عنده خبره طويله في هذا المجال. لان المركز اللي بيعمل 10 و20 حاله في السنه يعني ما خبرته محدود. صعب كمان يبني خبره متراكمه. انت محتاج اعداد كبيره علشان خاطر يعني يبقى في خبرات متراكمه. لكن الحمد لله طلع اجيال بعدينا كبيره وكلهم عظام جدا في جميع التخصصات. وزراعه الكبد زي ما سيادتك عارف ما هيش جراحه بس، هي جراحه وكبد كبد من الباطنيين واشعه ومعمل. طب دلوقتي العمليه بتستغرق وقت قد ايه بقى دكتور؟ يعني عمليه المتبرع بتاخد حوالي 4 ساعات، وعمليه المتلقي اصبحت بحد اقصى من 4 ل5 ل6 ساعات على حد اقصى. يعني ومدة العزل هي ولا بعد كده الرعايه المركزه بيقعدوا من 2 ل3 الى 5 بالنسبه للمريض، وثم بيقعد حوالي 2 الى 3 في المستشفى الى ان يخرج ان شاء الله بالسلام. مش عزل؟ لا لا لا، مفيش عزل. مفيش عزل يعني. لا لا. زمان كان في عزل قوي. كان في عزل قوي. كنا في البدايات يعني كان بص، هو صحيح بياخد ادويه مثبطه للمناعه، وبالتالي مناعته نظريا بتقل بالذات في الفترة الأولى، لأن بيبقى الجرعات ممكن يعني بتبقى صغيرة وبتعلو تدريجيا. لكن بعد فترة معينة من 3 ل6 شهور بنعتبر لما تتثبت الجرعات ولو الحالة ماشية كويس والوظائف كويسة، مناعة بيبقى تقريبا طبيعي. فما فيش المخاوف اللي كنا بادين بيها في الاول، ولكن طبعا يجب الحرص. يعني ما المريض اللي زارع عضو سواء كان عملية كبيرة ما يروحش يقعد عند حد، وبالذات اللي بنتكلم بقى دلوقتي في وقت الكورونا. طبعا الحرص واجب بشده، يعني لازم على طول الماسكات وكل الاجراءات الاحترازيه اللي بنتكلم عليها يكون هو اكثر حرصا من غيره. احنا بنتكلم على حرص لكل الناس وكل الاعمار حتى، لان طبعا لذاتك عبلات بتيجي في الاطفال وفي الكبار والصغير. لكن المريض او مش المريض، حتى لو حد دلوقتي بقى صحيح وشخص يعني على صحته كويسه، ولكن زارع عضو بياخد ادويه مثبته المناعه حتى لو جرعات صغيره، اكثر عرضه طبعا من الشخص الطبيعي. وبالتالي يجب الحيطه فيها. طب انا عارف حضرتك متابع كل اخبار الكبد اول باول، لحظه بلحظه، ايه اللي ممكن تبشر بيه مرضى الكبد اليومين دول؟
كذا حاجة علميا يعني احنا كان اكتر سبب للفشل الكبدي والاورام الكبد هو الفيروسات الكبدية. كان الاول فيروس بي ثم اصبح سي، لو كان مصر من اكثر بلاد العالم الحمد لله حصل فيه انجاز عظيم وحصل انجاز على مستوى العالم للبي في الاول، انه بقى له اولا تطعيم في من 30 سنة واصبح تطعيم اجباري في مصر، فده قلل نسبة الاصابة جدا. والسيب الادويه اللي طلعت من حوالي 19 سنين ممتازة. وطبعا بمبادره سياده الرئيس اللي يعني قضت على فيروس في مصر، وحقيقة نقله نوعيه العالم كله يعني تابعها بانبهار. صحيح. ظهرت اسباب اخرى. طب احنا هل احنا كده يعني مش هيبقى فيه امراض كبد في العالم؟ لا، هيبقى فيه. صحيح ممكن المعدلات تقل بالذات في الاجيال القادمه، يعني في جيلنا والجيل الحالي والجيل اللي يمكن لسه يعني في سن ما هو فوق ال 35 40 واحنا طالعين، هيظل شويه البواقي. ليه؟ لان اللي كان عنده فيروس سي وما عملوش فشل كبدي ولا حاجه، لكن عمل تغيير في نسيج الكبد. التغيرات دي يعني تليف بسيط، التهاب بسيط، وخد علاج فيروس سي والحمد لله بقى كويس، انتهى الفيروس. تمام. ده مش معناه ان التغير اللي حصل في النسيج يعني هو مش هيتقدم، لكن مش معناه انه ممكن ما يحصلش مشكله. يعني ممكن يحصل له مثلا ورم في الكبد، يبقى هو قضى على الفيروس، ودول شفناهم كتير قوي في اخر 5-6 سنين. يجي لك يقول لك انا خدت علاج الفيروس سي وفعلا الفيروس سي تعمل له تحليل مش موجود الحمد لله، وظائف الكبد متوسطه او حتى تكون كويسه، ونلاقي عنده ورم في الكبد. ليه؟ سبب الورم هنا مش لانه في الاصل هو سبب الورم هو التليف والتغيرات النسيجيه اللي بتحصل نتيجه الاصابه الفيروس سي على ايام وشهور وسنين. تمام. فبنقول ان المرضى اللي خدوا علاج فيروس سي وشفوا من الفيروس تماما، مش معنى كده ان هم ما يتابعوش، لازم يتابعوا وظائف في منتهى الاهميه وموجات صوتيه. يعني كل واحد شفي من فيروس سي لازم يتابع لفتره، لازم يتابع كل سنه مثلا كل 6 اشهر كمان يعمل فحص على الكبد، فحص موجات صوتيه بسيطه، دلالات اورام، مش تحليل، تحليل وموجات صوتيه لازم يتشاف. لازم يشوفه ويتابع مع طبيب متخصص في امراض الكبد، لان المفاجات وارده ودي شفناها. لو المفاجأة دي حصلت واحنا بنتابع فنكتشف مثلا ورم في الكبد مبكرا سنتي 2 سنتي، حله سهل، حله سهل قوي، سواء بالأشعة التداخلية او بالجراحة. او ممكن نفكر في الزراعة وهو عنده فيروس سلبي، لكن عشان وجود الاورام او عشان احتمال تدهور وظائف الكبد نتيجة التغيرات النسيجية مش نتيجة استمرار وجود الفيروس. فالخيارات كلها مفتوحة في العلاج حتى بعد اختفاء الفيروس سي. فدي يمكن الرساله اللي انا احب اقولها، لان لاحظناها في اخر اربع، انا حابب اتكلم على الجديد في اخر 4-5 سنين، هناك مكتسب عظيم وهو القضاء على فيروس سي بالادويه الجديده اللي لها، لكن هناك احتمالات ثانيه، لكن احتمالات ثانيه. وبنقول ما بنخوفش الناس، ان شاء الله كل حاجه تمشي كويس، وفي الاغلب العام بيمشي كويس، لكن هناك حالات مش قليله شفناها الفيروس قضي عليه تماما غير موجود بالبي سي ار، ولكن بيحصل تدهور في وظائف الكبد تدريجي او اورام او الاثنين، وزرعنا كذا حاله او عالجنا بالجراحه او بشعه تداخليه كذا حاله، مش كذا، مش 5 أو 6 حالات، انا بتكلم على عشرات، بتكلم على كميه، على كميه كبيره، في من يعني مثلا نقدر نقول من 2014-2021 في ال5-6 سنين دول، وده مجال للبحث كبير. اني حتى في فتره من الفترات حصل شك في مصر وفي العالم ان هل الادويه دي بتقضي على الفيروس لكن بتسبب حدوث مثلا اورام، لان لنا اورام بنسبه كبيره شويه، في ارقام انما الحقيقه الابحاث العالميه كلها اثبتت لا، الادويه دي امنه تماما، قطعا امنه تماما قطعا، ولا تسبب اي اورام ولا حاجه، ولكن السبب هو التغير النسيجي اللي حدث قبل ما تاخد العلاج. وبالتالي بننصح بالمتابعه علشان يبقى فيه اكتشاف مبكر لاي حاجه. طب ايه اللي هيجد بقى في ال15-20 سنة الجايين؟ ايوه، الاحتمالات اللي العلم شغال فيها ان هيكون سبب ل سواء كان تدهور وظائف الكبد لحد الفشل الكبدي بكل المراحل او الاورام او الاثنين، هيكون ما نطلق عليه الكبد الدهني، اللي هو عادة برضو في اغلبية الحالات بيمر بسلام، يعملش مشاكل، ولكن وجدنا ان في بعض الحالات بتتطور الى اضطراب وظائف الكبد، ثم يعني اضطراب اكتر يعني يزداد حده الى ان يصل الى مرحله الفشل الكبدي، اللي ممكن كمان يحصل نتيجه التليف الكبدي، يحصل اورام.
فكنا بنقول عليها زمان تليف غير معلوم المصدر كريبتوجينيك سيروز. لا اغلب الظن دلوقتي هو بنقول انه هيكون سببه الكبد الدهني او الكبد سببه يعني يعني انت ممكن تكتشف ترسب الدهون في الخلايا الكبديه. يعني ممكن حضرتك كطبيب فيما بعد الكبد الدهني تعرف ان في احتمالات كبيره ان يحصل له كذا وبالتالي عايز متابعه ادق. بس عايز ما اعملش ذعر عند الناس لان الكبد الدهني موجود عند ناس كتيره قوي. لا مش بنعمل ذعر متابعه بس في ابحاث بتتعمل على أيوة. الكبد الدهني مرشح اكتر ان يكون سبب من اسباب الفشل الكبدي اللي يكون نحتاج ليها زراعه كبد ويحل محل بدل ما الفيروس سي كان هو السبب الاول لزراعه الكبد في العالم كله يطلع لنا الدهني يكون ده هو السبب الاول. السبب الثاني هيكون اورام الكبد الخبيثه وهي موجوده برضه لان احنا اصلا طول عمرنا في العشرين سنه اللي فاتوا في اي مركز كبد من المراكز الكبيره سواء في مصر او في العالم تلت المرضى 33% اورام فكان التلتين فشل كبد يعني وتلت اورام بتبقى قاتله في الغالب بالظبط. وبرضو الاورام مش كل ورم بدنا نزرعه هنا برضو بنصح بالمتابعه الدوريه كل 6 اشهر بدلاله اورام وموجات صوتيه ووظائف لان الاكتشاف المبكر هو الحل اذا كنت ابغى الشفاء لان لو ورم جاء متقدم وداخل في اورده او حاجه حتى الزراعه مش هتنفع هنا. فدايما يعني السر في المتابعه المستمره المنتظمه علشان يبقى فيه اكتشاف مبكر سواء لاعتلال وظائف الكبد تظاهر وظائف الكبد او لوجود اورام في الكبد. الحقيقه يعني خرجت عن سياق الحلقه لكن استسمح حضرتك في ان احنا يكون لنا لقاء هنا في الجامعه او يعني في الاستوديو نتكلم عن امراض الكبد لان اهتم الناس جدا لان في كلام على انه ممكن يكون ليه علاقه بالجينات ما احناش عارفين هو مفاجئ صادم مش كده برضه؟ يعني ممكن واحد يبقى ماشي زي الفل وبعدين فشل كبدي على طول مش بيحصل كده؟ بس الفشل يعني غالبا هو كان فاته فتره من المتابعه وعشان كده جت بس هي تفوته ممكن من لا يدركها. ايوه طب ان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه يا دكتور محمد ان شاء الله لو سمحت لنا وسمحنا لنا وقتك ربنا يوفقنا بصراحه. تشرفتونا بجامعه عين شمس وفي قصر الزعفران اللي احنا فخورين بيه وكلنا اعتزاز بيه وان شاء الله الزياره القادمه هيكون كل الترميمات اتمنى تكون خلصت ورجع لرونقه ولبهائه اللي هو جميل يعني الحقيقه جميل بوجودك الحقيقه. انا بشكرك دكتور محمود شكرا. الف شكر حبيبي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نتفرج على شوف الانسان والله كنت بقرا حاجه امبارح انا اتمنى انكم كلكم تقروها وهي قصه نفس لعمنا زكي نجيب محمود. حته مذكرات تحفه تحفه فبيتكلم فيها جزء كده كان في يعني صادفني امبارح انه قد ايه احنا كلنا تقريبا ما زالوش مني يعني بأولهم أنا يعني إما ماشيين ورا اللي اتقال لكن هو اكتشف إن الإنسان لابد إنه يقف ويتأمل ويحدث شيء ما. يعني مش معقول إحنا موجودين كده عشان نمشي على اللي جه ورانا، لا لازم كمان إحنا كمان نعمل حاجات ونضيف حاجات ونشيل حاجات ونصلح حاجات ونتخلص من حاجات وننمي حاجات. فكتاب أتمنى أنكم تشوفوه موجود طبعا في كل المكتبات اسمه قصة نفس فكتبه بمنتهى البراعة يعني الحقيقة. فبالمناسبة دي شاب شاف قدامه الأولاد اللي يعني بيعمل كذا واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا فقرر عمك عربي وتركي يمشي الحال هو عربي وتركي اسمه كده قرر أنه يعمل حاجة كويسة فهو نموذج نحب جدا ونتشرف ان احنا نقدمه لحضراتكم.
من وانا عندي 16 سنة تقريبا ابتديت افهم كده المحيط اللي حواليا بيع مخدرات وناس شباب بتشرب. شفت طبعا وقرايبي بالفعل كانوا بيشربوا، فاخدتهم امثال، حطيتهم قدامي امثال، ففكر اتغير خالص 180 درجة من الفكر المتخلف اللي هو بتاع الشباب في الوقت دوت بتوع المنطقة اللي هي خدوا خطوة المخدرات، سكة المخدرات وسكة الشرب والحاجات دي، لسكة تانية خالص. أنا عربي تركي شاب من شباب بولاق ومكافح ومجاهد لغاية فضل الله ما عملت نفسي بنفسي وبقيت ليا اسم في السوق. أنا حكاية إن أنا بدأت بمشاكل في الأول بالنسبة للمنطقة، كانت المنطقة هنا محيطة بالمخدرات زمان طبعاً، ودلوقتي طبعاً بقت كويسة. كان في زمان ناس أساطيل من ضمن لاعبي كمان أجسام، زي مثلاً على سبيل المثال كابتن جلال السيد الله يرحمه، كانت بتيجي مثلاً إعلانات في التلفزيون كنا بنسمع عنهم من أصدقاء. اللي جيب بالي يكون كويس بالفعل زي أبطال العالم اللي احنا بنشوفهم، يكون حاجة وحشة قوي زي الأمثال اللي أنا بشوفها. كان واحد صاحبي صديق ليا بأمانة اسمه كابتن رضا عبد العليم، هو اتعرف عليا كنت في شغل كده مع ناس، اتعرف عليا فلقيته جسمه كويس فعرض عليا ان انا العب رياضه. لعبنا الحمد لله العاب قوه، وبعدين دخلنا في مجال المصارعه، وبعدين دخلنا في مجال كمال الاجسام. فروحنا نادي اسمه نادي رمسيس، ماشي، ده كان فيه برضه ابطال ادوني حافز بصراحه ان انا العب واتمرن واوصل الحمد لله اكون كويس. خدت بطولات جمهوريه وبطولات قاهره، وصلت لبطولات تجارب عالم ناشئين. رياضه كمال الاجسام بالتحديد دي بتعتمد على المصاريف الشخصيه، مفيش حد بيدعمها، يعني الاتحاد المصري لكمال الاجسام بالتحديد ما بيدعمش اللعبه دي. اللي كان بيكسب الاتحاد المصري في الوقت ده كان بيخش له مثلا 1000 جنيه، النهارده بيخش له مليون جنيه وبرده مش مدعم اللعبه. فكان التدعيم تدعيم خاص من جيوبنا الخاصه. كنت بصرف من كانت والدتي ووالدي عايشين وكانوا هم اللي بيدعموني. الوقت ده كنت باخد مصروف 100 جنيه ما بيكفينيش اكل وشرب. فالنهارده المجال اتفتح، عشان تصرفي النهارده عايزه في الوجبه الواحده حوالي 100 جنيه. في 5 وجبات لاعب كمال اجسام بياكلهم يعني 500 جنيه اكل وشرب بس. غير طبعا في حاجه اسمها مكملات غذائيه لبناء العضلات طبعا والكلام ده. ال5 وجبات كنا بناكلهم متقطعين على مدار اليوم. كنا بناكل مثلا الصبح بيض طبيعي، بيض ولبن والمكملات، في بعد ساعتين برضو كذلك الامر وجبه بيض ولبن والحاجات دي. في وجبه الغداء لازم لحوم بيضاء او لحوم حمراء خاليه طبعا الدهون، كذلك الامر 5 وجبات كانوا بتاكلوا على مدار اليوم. كان عندي حوالي 18 سنه لان كنت بلعب ناشئين تحت 21 سنه بالنسبه للبطولات اللي هي بطولات مصر. في الوقت دوت شفت ظلم كتير وقع على لعيبه عملوا بطولات عالم، على سبيل المثال زي الكابتن يوسف السيد واخد 3 بطولات عالم على التوالي. الاتحاد المصري ما كانش بيدعمه بجنيه واتظلم بالفعل. فقلت مش هلعب بقى خلاص، انا شايف اصدقاء ليا واصدقاء كويسه وبيتمرنوا ووصل البطولات عالم عني واتظلموا. يؤسفني ان انا اقول مثلا ما عرفوش يعيشوا لا هم ولا عيالهم، لكن لو كان دعموا كانوا وصلوا مثلا على سبيل المثال زي البيج رامي دلوقتي. انا لما حسيت ان انا هتظلم في لعبه كمال اجسام كنت واخدها بسرعه الصاروخ تقريبا، حسيت ان انا مش هلاكل، اتجهت بقى لشغلي، لمجال شغلي اللي انا اتعلمت فيه وتربيت فيه. انا طلعت في عيله شغاله في المعدات. الاول كنت بشتغل في الخرده كده، بلم خرده وانضفها واروح ابيعها للتجار الكبيره، وبعد كده واحده واحده اتنطقت الحمد لله رب العالمين. ابتديت اشتري بكميات فلوس كبيره، كميات حديد كتير، لغايه ما بقى ليا اسم، بقى زي التجار اللي هي ايه اللي بنسمع عنها في السوق هنا. ابتديت اخد بقى مجال المعدات وقطع الغيار والكلام دوت، واشتغلت في الصيانه الحمد لله رب العالمين ولقيت نفسي فيها. بقيت اشتغل مع شركات
والحمد لله رب العالمين ربنا وفقني وعملنا فلوس برضو وعملنا اسم الحمد لله. ولو غاية ما موت ان شاء الله مش هتخلى عن الرياضة ابدا. بروح الجيم، انا النهاردة عندي 47 سنة ومع ذلك الحمد لله بتمرن كأني عندي 20 سنة، بشيل اوزان زي ما هي الحمد لله وبتاع. كل ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا بعدت عن الدخان كمان شخص، يعني الدخان بالتحديد. مش هقولك بقى المخدرات كلها، انا بجيب لك اضعف الايمان. حلم ان ربنا يخلي لي عيالي وان اعلمهم احسن تعليم. بالنسبه لي انا طلعت من سنه 6 ابتدائي ما كملتش، بس اللي انا ما كملتوش بكمله لعيالي. انا عندي بنتي الكبيره في ثانيه جامعه الحمد لله كليه اداب جامعه عين شمس، وعندي ولد في ثانويه عامه، وعندي ولد في ثانيه ابتدائي الحمد لله رب العالمين معيشهم في مستوى كويس جدا، مش محسسهم برضو بحاجه رغم الظروف اللي احنا فيها وطبعا الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، بس هو ربنا موجود الحمد لله. يعني عندي حسن ابني بيحب الكره، عندي محمد بيحب لعبه كمان اجسام قوي، هخليه يكمل ان شاء الله. اللي مش هلاقيه في نفسي او اللي ما لقيتوش في نفسي هلاقيه في عيالي، وانا بتمنى انه عيل من عيالي يعمل اللي انا ما عملتوش في الرياضه دي، وباذن الله هعملها ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. اما احمد نور الدين فهو متمسك بالقديم وبيطوره وبيحبه، وده برضو مطلوب، يعني ما فيش مانع ابدا ناس تتمسك بالقديم وتفضل فيه لما تبقى صناعه مهمه، وناس تطور في اللي موجود وناس تضيف جديد. فعندنا عمك احمد نور الدين ماسك الطربوش ومثبت فيه، وتصبح على خير. انا واحد من الناس حاسس ان انا عايش مش زمن مش بتاعي، كتعاملات كناس كاخلاق كتفكير. زمني هو الزمن بتاع والدي، يعني كنت دايما كنت اقول يا رب كان نفسي اعيش في الزمن ده، زمن العيشه السهله، الاخلاق، المبادئ، التعامل النظيف مع الناس مع بعضها. كل ده انا مش شايفه دلوقتي. بالنسبه للزمن القديم انا عشته من خلال والدي، الذكريات والحكاوي والشغل وكده عشته. يعني احس ان انا ببقى قاعد عايز ارجع للزمن الجميل بلبس الطربوش وببقى قاعد في المحل، ممكن ابقى شغال وانا لابس الطربوش. ساعات بسمع اللي اسمه احمد نور الدين محمد الطنطاوي. المكان ده بالنسبه لي تاريخ. احنا هنا في قلوب البلد. والدي اول ما فتح المحل ده كان ممنوع موظف يروح الشغل من غير طربوش، ممنوع طالب كليه يروح الكليه من غير طربوش، ممنوع تقابل رئيسك من غير وانت لابس الطربوش، ممنوع تمشي في الشارع وانت ماشي من غير طربوش. هو كان رمز، كان رمز لل بصي يعني كان اياميها النظام كان ملكي، الملك لابس طربوش، يعني الشعب يعني مش هيلبس طربوش، يعني لازم. يعني والدي كان بيعمل طربوش للملك فاروق، وكان بيعمل طلبيات للكليه الحربيه طبعا زمان كل الكلام ده. يعني لما بقى الثوره قامت والطربوش اتلغى وبقى النظام جمهوري، طبعا بما انه هو عايش متجوز هنا في اليوب ومخلف في اليوب وعيشته هنا يعني، فساب المحل بتاع حلميه الزيتون وخلى المحل ده بس. يعني طبعا كان في انواع كتير من الخامات، يعني كان في حاجه اسمها صقر وكريش، كان في حاجه اسمها وولتكس، كان في حاجه اسمها ماركه اسمها فولا، كان في انواع كتير، في صوف خالص وفي صوف مخلوط، يعني تفرق في الخامة. يعني والله بقى زمان أيام الملكية والحاجات دي كان ممكن الطربوش مثلا أسعاره 1.5 جنيه 2 جنيه، أفخم حاجة 3 جنيه كده. يعني في صيانة للطربوش بتتعمل برضه، ممكن الطربوش يتعمل وصاحبه يقعد معاه 2 3 5 سنين مثلا
ويجي يجيبه يخش عندنا هنا يتفك ويتجدد من جديد ويتقلب تاني ويخرج كأنه طربوش جديد تاني. بعد شغل الطربوش بدأ يشتغل مع في صناعة طرابيش المشايخ. هي دي كانت دي شغالة ودي شغالة بس كانت قليلة جدا. الأكتر كان شغل الطربوش لفندي. فبقى بعد كده التركيز على شغل المشايخ لأن هو ده الأساس. بالنسبة للمشايخ أو الناس اللي احنا عملنا لهم طرابيش يعني كتير جدا يعني. في طبعا مخرجين اذاعه كتير. ايام والدي بقى الله يرحمه كان الشيخ محمود علي البنا، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، محمد صدين منشاوي، وفي في الجيل الحالي بقى موجود الشيخ سيد عبد الشافي هلال والشيخ وليد سيد عبد الشافي هلال والشيخ صلاح يوسف الله يرحمه والشيخ محمود الطبلاوي والشيخ محمود المنشاوي والشيخ حجاج الهنداوي ومشايخ كتير من الإذاعة هنا يعني. أنا مستمر طبعاً، أنا بفتح المحل ده علشان ما يتفلش، عشان والدي كان دايماً المحل لو اتقفل يوم بيتعب. أنا كنت دايماً حريص إن المحل ده يبقى مفتوح على طول، وأنا بالتالي بشتغل لان دي فعلا مهنة والدي ودايما بشوفه وانا قاعد شغال. والشغل الاساسي انا شغال فني ديكورات. انا بخرج من بيتي الصبح على شغلي اللي هو الشغل اللي هو التشطيب الديكورات. احس ان انا خارج رايح المعتقل، بس عندي احساس ان بعد المعتقل انا راجع على الراحة وعلى حاجة تانية احسن بكتير. والطربوش صناعته له مراحل عديدة يعني، له مراحل كتير. الأول بيخش على المكوى على حسب المقاس يعني، بعد كده بتفصل له خوصة. الخوصة هي المقاس، كل حاجة في الطربوش أساسها الخوصة. وبعد كده بتركب له من جوه بطانة حرير وشريط وزر لحد ما بتشطب يعني. والطربوش لو خامة جديدة لسه ممكن ياخد مثلا حوالي 3 ساعات شغل. لو طربوش جاي هيتجدد لا ده بقى بقول له تعالى خده تاني يوم لانه بيتفك ويتغسل وكده. ساعات بنعمل طربوش لفندي للمسارح مثلا، لفرق تمثيليه. سعر الطربوش دلوقتي على حسب الخامه نفسها بتاعت الطربوش. زي ما قلت لحضرتك في حتى 3-4 خامات مثلا يبدا من 100 جنيه 150 200 300 كده يعني، على حسب الخامه نفسها وجوده الخامه. عندي كل المشايخ بتقول ربنا يخليك لينا لأبعد مدى يعني. عندي خالد ابني الكبير له علاقة بالطربيشة معايا هنا، بس طبعا عشان بقى فترة بتاعت كليته أيام ما كان في كلية وكده ف يعني ساب شوية، بس أنا يعني برضو موالي في الموضوع ده عشان يفضل المهنة موجودة يعني. كورونا مثلا اللي احنا في الوباء اللي موجود في البلد في العالم كله دلوقتي أثر على كل حاجة، فبالتالي أثر عليا أنا كمان يعني. يعني المشايخ دلوقتي مفيش مثلا عازة بيتعمل، فمفيش مشايخ بتشتغل، فبالتالي مفيش حد بيجي يعمل طربوش، مفيش حد، قليل جدا يعني. فطبعا لما شغلك بيقف لازم انت بتتضايق يعني. طب انت ده اكل عيشك هتشتغل ايه؟ احب اقول ان انا اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يديني الصحه وافضل محافظ على التراث ده عشان خاطر والدي.